تشربيها. مش عايزه يا ماما، انا لو عايزه هعمل لنفسي حاجه على طول، وبعدين هو نظيفه. انا مش فاهمه اختك ايه اللي جرى لها، اتاخرت قوي في السوق النهارده. مالك يا داليا؟ عمالة تفركي كده ليه من ساعة ما وصلتي؟ انت عندك مشاكل في الشغل؟ ماما انا سبت الشغل، بس انا بصراحة كنت جاية لك علشان انا زهقت. زهقت من التمثيل. انا عايزة اقول لك حاجة بس تبلغيها لاخواتي كلهم ويحصل اللي يحصل. ابلغي اخواتك؟ ايه انت في مشاكل بينك وبين جوزك؟ لا انا مفيش مشاكل بيني وبين هاني، ولا هيبقى في مشاكل حتى بعد ما هقول لك اللي انا مخبيه عليكم. بتقولي يا بنتي؟ انا قلبي وجني، في ايه؟ انا كنت قايله لكم ان هاني شغال في الغردقه، بس الحقيقه ان انا كدبت. هاني عمره ما راح الغردقه، هاني راح السجن. ايه؟ سجن؟ يا خبر اسود، سجن؟ ايوه يا ماما سجن. اتحبس في قضية نصب، اخد فيها سنة وخلاص قرب يخرج. قضية نصب؟ ازاي يعني؟ يعني حد ضحك عليه، حد لفق له تهمة؟ لا هو عمل كده فعلا، بس عمل كده علشان خاطري. كان عايز يتصرف في اي فلوس عشان يشتري شقه نعيش فيها سوا انا وهو لوحدنا. عشان خاطرك ايه وزفت ايه يا وقعتك السودا يا صفيه؟ ده اللي انت اتمسكت بيه؟ ده اللي فرضتيه عليا وعلى اخواتك عشان تتجوزيه؟ ايوه ماما هو. بس بس ايه؟ انت بجحه ولا صنفك ايه؟ انت جايه تشليني ولا جايه تخلصي عليا؟ يا ماما انا كان ممكن ما اقولش لحد اصلا، هاني كلها اسبوع وهيخرج، ما كانش حد هيعرف حاجه. قلتي لي ليه؟ جيتي تقولي لي ليه؟ حرام عليك، يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما عرفت. انا تعبت يا ماما، كان لازم اقول لحد. حاسه ان في حجر على قلبي وانا مش عارفه اخلص منه. انا جيت اقول لك عشان تعرفي الناس كلها يا ماما. انا مش عايزه حد يبقى ماسك عليا زله، مش عايزه اجي اتعاير بعد كده باللي حصل ده. ماما اي حد في الدنيا ممكن يغلط، عندك مثلا حنان بنتك اهي، هي مش كان عندها قضيه شيكات؟ انت ممكن تتحبس فيها عادي على فكره، وقواضي الشيكات ما بتبقاش مختلفه كتير عن قواضي النصب. وهاني غلبان يا ماما، والله يا ماما هاني كويس صدقيني، بس انا ما كنتش فاكره انك هتعملي معايا كده. انا كنت فاكره انك هتطبطبي عليا وتقولي لي انها شده وتعدي، او تقولي لي اي كلمتين تطيبي خاطري، مش تعملي فيا كده يا ماما. داليا ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. وانت بتعيطي ولا ايه؟ ماما داليا بتعيط ليه؟ يا بنتي ما بتعيطش ولا حاجة، وخلينا فيك انت، كل يوم تغيبي بالساعة والساعتين في السوق. انا غصب عني، انا رحت عند بتاع الفراخ وبعدين سبته عشان راح اجيب الخضار، رحت عند بتاع الخضار ما لقيتش عنده فاكهه، وبعدين رحت عشان الفرن الراجل قال لي روحي على البيت وانا ابعتهولك. طيب 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 كفايه كفايه، بلاش الحواديت دي كلها، خشي المطبخ عشان تلحقي تعملي اللي انت عايزه تعمليه. داليا انت بتحبي البطاطس، على حظك انا جايبه بطاطس ورد، هعمل حته طاجن بطاطس هتمصمصي صوابعك وراه. يلا يا بنتي يلا. مش عايزه اعمل لك حاجه تانية يا ماما؟ لا انا عايزه سلامتك. يلا بس جدعان، بتحبي المسقعه صح؟ هعمل لك مسقعه. قومي يا حبيبتي اغسلي وشك عشان ما حدش ياخد باله. يلا حصليني على اوضتي. يا معين يا رب. غير هدومك عشان تنزل تيجي معايا المستشفى. ليه يا ماما؟ نتيجة التحاليل فيها ايه؟ مش
مش انت بقالك يومين بتصلي وبتدعي؟ صلي صلي وادعي ان العواقب تيجي سليمه. انا طلع عندي حاجه؟ كمان قول لاصحابك يلحقوا نفسهم ويجروا يحللوا. هما مش عملوا نفس العمله المهببه اللي انت عملتها؟ يا ماما طلع عندي ايه يا ماما؟ خفت؟ كنت فاكر انك هتعمل العمله الهباب اللي انت عملتها انت واصحابك دي وعادي؟ نتيجة التحليل طلع ما فيهاش حاجة يا كريم، بس نفترض كده انه كان طلع فيها حاجة، كان احساسك ساعتها هيبقى ايه؟ ماما والله العظيم عمري ما هعمل كده تاني، بس بعد اذنك ما تجيبيش سيرة لبابا عشان مش عايزه يتضايق مني. في أي حد من إخواتي غير عمر يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ لا، عمر وطقة بس هما اللي يعرفوا. يبقى ما تقوليش أي حاجة لحد. أنا كمان مش هقول لمنيرة. أنا مستغربة والله، ربنا سترها معاكي ومع جوزك المدة دي كلها، أنت اللي جاية دلوقتي تجلبي الفضيحة لنفسك؟ تاني هتقوليلي فضيحة يا ماما؟ أيوة يا حبيبتي فضيحة، وأنت عارفة كويس أوي إنها فضيحة، لكن خلاص ما عادش يجي منه. المهم اللي جاي وربنا يهديه. والله يا ماما هاني ابن حلال، مشكلتك بس ان انتي ومنيره قاعدين في البيت هنا قافلين عليكم الباب وعايشين في ملكوت لوحدكم. انتوا ما تعرفوش اللي بيحصل بره. الناس بقت وحشه قوي يا ماما، والبني ادم كل ما بيتضغط عليه هيغلط. اي بني ادم ضعيف. انتي هتقدري تستأمني على فلوسك بعد كده؟ انتي لو تعرفي هاني يا ماما عمرك ما هتسأليني السؤال ده. انا همشي عشان اسيبك ترتاحي. داليا خليكي يا حبيبتي، تعالي باتي معانا بدل ما تروحي تباتي لوحدك. الدنيا بردت قوي اليومين دول، الشتا ده شكله داخل قارس. كله من ام السيراميك ده. انا بفكر اقلبها باركيه بيدفي. فكره برضه. تعرف يا خالد احلى حاجه في علاقتي انا وانت ايه؟ ان احنا اصحاب. يعني مش بحس ان احنا زي المتجوزين اللي دمهم تقيل، اللي ما يعرفوش يتكلموا مع بعض كلمتين ولا يحكوا. بحس كده ان انا عايزه احكي لك كل حاجه وفضفض باللي في قلبي، مخبيش عنك ولا حاجة. هو في أحلى من الصحوبية؟ نعم، أقصد يعني إحساس الصحوبية بين الراجل والست بتاعته. صح. فيها شوشو، حسك كده في كلمتين جواك عايزة تقوليهم. بصراحة بقى في بقى موضوع كده وانا مش عارفه اجيبه لك ازاي، يعني عمال افكر فيه كده من اليمين والشمال، وبصراحه بقى انا نفسي في الموضوع ده قوي وعاوزك توافق عليه. حبيبه قلبي ارمي بياضك، انا موجود في الدنيا دي عشان اوفق لك على كل طلباتك. في ناس دورت عليا وجابت رقم تليفوني وعرض عليا ان انا ارجع امثل وبعتين لي دور، وانا بصراحه نفسي بقى في الموضوع ده قوي. ثانية واحدة، قولي بقى كده تاني عشان انا ما استوعبتش. الناس بعتين لي دور كوميدي، يعني كوميدي يضحك، وانا عاوزة امثل يعني، بس
ده كل الموضوع. يعني اصلا حصل تليفونات من ورا ظهري وبعتولك ورق وقريتيه وعرفت ان هو بيضحك مش بيعيط، صح؟ ايه ده بس يا خالد، ايه ده بتعصب ليه حبيبي؟ احنا مش اتفقنا ان احنا اصحاب؟ صحاف بعينك، انت مراتي يا وليا، وانت عارفه كويس قوي ان انا بركبني 100 عفريت لما بشوف افلامك القديمه وخصوصا حواديت الساحل ده اللي هو اللي قرفنا بيه كل شويه. يا حبيبي اهدى بس، انا مش عايزاك تبقى متضايق كده، ده دور كوميدي وانا مش همثل يعني زي زمان ولا حاجه، ده انا هطلع فيه محجبه ومغطيه شعري، يعني حتى مش طالعه بشعري، بقول لك كوميدي. بيضحك يعني؟ ايوه. انا بصراحه بشجع الضحك، طب ما تقولي كده بس. بص يا حبيبه قلبي، لو كوميدي انا موافق، وعشان يضحك اكتر انا اطلعك بقى من غير راسك اللي فوق كتافك دول، لان انا اصلا هقطعها لك وساعتها بقى مش هتفرق، محجبه من ابو شعر. يا خالد ما تهدي اعصابك. مفيش هدي اعصابك، في ان انت تتصلي بيهم دلوقتي حالا وتقول لهم انا متجوزه راجل وراجلي مش موافق. اتفضلي. اتفضلي. بيضحك. يلا خلاصي. وزياد ما كانش عايز يطلع من البسين، وانا اللي فاكراه فرحان بالميه، اتاريه طلع مصاحب بنت انجليزيه قد، ومش عايز يطلع الا لما هي تطلع. شكله هيطلع مجرم لابوه. الله، في ايه يا عمر؟ مالك بقالي نص ساعه عمال افتح لك في مواضيع عشان اغير لك مزاجك وانت قافل كده. بقول لك ايه، انت عملت اللي عليك مع داليا وخلاص، المفروض تتبسط بقى ان جوزها شاريها، مش تبقى زعلان ان انت طلعت غلط. هو احنا مش اتفقنا ان احنا هنسك على الموضوع ده ولا ايه؟ اتفقنا، بس انت ما بتسكش. ايه ده يا عمر؟ في ايه يا طنط؟ اهلا. في شويه بعتت اجيب سندوتشين للولاد، بعتوا لي الريسيت ده. هما ايه اصلا اللي خلاهم يجيبوا لك الريسيت يا ماما؟ عدوا عليكم ما لقاكوش ومدهولي. ايه يا عمر، احنا مش متفقين ان حساب الاوضه علينا؟ المفروض. بس مش هي دي القضيه يا عمر، انا عايز اعرف بالظبط انتوا بتدفعوا هنا كام. ما هو مش معقول يعني لما يكونوا سندوتشين ب 250 جنيه، معقوله الليله تبقى ب 450 زي ما قلت لي يا عمر؟ اكيد طبعا مش ب 450 جنيه يا طنط، هو احنا نازلين في بنسيون المحطه؟ كنت بتضحك عليا يا عمر، بتضحك عليا؟ لا ما كنتش بضحك عليكي، كنت بريحك وبريح نفوخي من الوش اللي انا فيه ده. انا مش فاهم والله، ما نصرف اللي نصرفه، الله فلوسي وانا حر فيها، وانا كنت بدفعك حاجه يا طنط؟ ايه يا عمر، ما يصحش كده، ما ينفعش تكلم ماما بالشكل ده. يوه خلاص يا بنتي، خلاص انا رايحه بيتي مروحه. معلش يا ماما، حقك عليا، عمر ما يقصدش، هو بس مضغوط اليومين دول، عنده مشاكل مع داليا اخته. خلاص انا هلم هدومي وامشي من هنا. انا اسف، انا اسف يا طنط والله، والله حقك على راسي، انا عمري ما استجري اصلا ان انا اعلي صوتي عليكي، بس انا مضغوط ومخنوق قوي. معلش يا ماما، حقك على راسي. خلاص يا حبيبي خلاص، بعدين انا مش همشي من هنا علشان انا زعلانه منكم، لا يا حبيبي انا همشي عشان انا عايزه امشي، وانتوا كمان، انتوا كمان لازم تفكروا وتمشوا من هنا. مش معقول، ده الناس الطبيعيين حتى لو كانوا يملكوا مليارات من الجنيهات بيروحوا الاوتيلات دي يومين ثلاثة أربعة، وبعد كده بيروحوا بيوتهم، ما بيعمروش في حياتهم كلها في الاوتيلات. يا ابني يا ابني، دي حاجة تزهق، أنا زهقت زهقت. زهقتي من الراحة يا ماما؟ أيوة حبيبتي، أنا مش عايزة أرتاح، أنا عايزة بيتي، عايزة أتعب في بيتي، عايزة أطبخ وأكنس وأعجن، عايزة أتعب يا بنتي، القعدة عجزتني، عجزت رجلي، مش ممكن يا بنتي. وبعدين على فكرة مش معقول أنتوا تكونوا جايبيني هنا علشان أقعد مع الولاد، فخلاص هاتوا بيبي ستر وتقعد معاهم وهو بجملة المصاريف. يا ماما إحنا أكيد مش معادينك عشان خاطر الولاد، أنتِ معانا هنا عشان ترتاحي. خلاص يا حبيبتي ارتحت وخدت أجازة، وتلاقيكوا صرفتوا عليا من 20 ل 30 ألف جنيه، بس كفاية كفاية، مش ممكن، أنا ماشي. استني بس يا طنط يا طنط يا طنط، اصبري بس.
على فكرة يا عمر، ماما عندها حق. لا والله بقى ماما معاها حق. أيوة يا عمر، أنا حاسة زي ما نكون شايلين شوية فلوس كبير قوي وعمال يسقط طول ما احنا بنمشي واحنا مش حاسين. احنا ممكن نرجع بيتنا ونبسط من غير ما نصرف بهبل كده. Look who's talking. بقولك يا تقى، من الآخر كده، أنا ولفت على هنا مبسوط بقعدتي هنا وما زهقتش زي ما مامتك زهقت. ولو حضرتك عاجبك قوي كلام ماما اتفضلي روحي معاها. اللي انت بتقوله ده الولاد قاعدين بقى. اما انا اقولك ايه يعني؟ ما انا مش متخيل ان انا المفروض اقنعك بحاجه واضحه وضوح الشمس. معانا فلوس كتير وهيجي قدهم 20 30 مره. الله، ما نصرفش ليه ونستمتع بيهم؟ عيب؟ حرام؟ ليه مع كل قرش بنصرفه لازم يطلع لنا نزناس كده اهو يقعد يبكت فينا ويحسسنا بالذنب؟ ليه؟ اوكي اوكي، انت بتزعق ليه دلوقتي؟ الولاد معانا. عشان انا مش ناوي اخيط الشوال يا دقى. انا مبسوط بيه وهو مخروم، مبسوط وهو بيسرسب. خلصنا؟ ده ايه ده؟ تعالى يا روحي. دخلت اعمل الفطار، عمي صمم يعمله. ربنا يستر. في ايه؟ دخلت اوضه المكتب، بصيت عليها بصه كده. مكتب ايه اللي بتتكلمي عنه يا حنان؟ مكتبك يا حبيبي اللي انت قافله بقالك سنين، وانا بقى هبقى السكرتيره بتاعتك، هوضب لك الورق والفايلات. انا عارفه ان انت بقالك كتير ما بتشتغلش عشان ترجع لمود الشغل تاني. مش اوضه المكتب هي تخليني اعرف افكر يا حنان؟ طب ايه اللي ممكن يرجعك لموت الشغل؟ ايه رايك تيجي نسافر يومين انا وانت لوحدنا؟ حنان بلاش تضغطي عليا بالشكل ده. انا بضغط عليك؟ اه انا بحاول اساعدك. لا بتضغطي، بتضغطي يا حنان. انا مش عاوز اسافر ومش عاوز المكتب ومش عاوز حاجه. اقول لك على حاجه، أنا مش مستريح لموضوع الخلفة دي. ليه مش مستريح؟ حاسس إن أنت اتسرعتي، حاسس إن ده مش وقته. اتسرعت؟ أه اتسرعتي. متهيألي يعني الوقت اللي أنت ما كنتيش عايزة فيه الخلفة أنا صبرت، مع إني ما كنتش موافق، بس قلت ماشي عشان خاطرها. مفيش مانع بقى دلوقتي إن أنت تستني شوية لحد ما أنا أكون عاوز. طبق فول بالطماطم ما حصلش، ما فيش في مصر كلها واحد يعرف يعمل طبق فول زيه واتحدى. يا ايه خير؟ لا 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 مش ناقصناك، كل 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 يا فول اهو. ها معلش يا عمي، في مشكله عايز اخد رايك فيها. انت بتقولي ايه يا حنان؟ ما هو عمي لازم يعرف، ما هو معانا في المشكله دي بقاله سنين. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا ما يجيب مشاكل. في ايه يا اولاد مالكم؟ دلوقتي يا عمي الوضع اتغير، انا عايز اخلف وضياق مش عاوز، بيقول لي لا. لا ايه؟ اهو قدامك اهو، اسال. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا. انت قلت كده يا ضيق؟ ضيق ايه الجنان ده؟ هو عايز ايه مثلا؟ اكتب له فلوسي عشان ما يحسش بأي حسية؟ هدي أعصابي بس يا بنتي، أنا أنت عارف إن ضيع ابني كده برضه؟ ما هي حاجة تمخول. طب قول لي أنت، قول لي أنت عندك تفسير اللي بيحصل ده؟ عندك تفسير؟ لا.
ياه بقى يا بنت انت قاطعه المشوار ده كله وجوزك ما عرفش انك جايه عشان تسالين عن حنان. ما انا سالته امبارح بس الاجابه ما ريحتنيش. انا ما بثقش الا في حضرتك وانا عارفه ان انت هتتكلم معايا بصراحه. انت لو بتثق فيها بجد يبقى تنسي الموضوع ده خالص. حنان بنت عم جوزك وبس. ياما بين العوائل بتحصل حاجات زي كده، يقولوا فلان لفلانه والكلام ده، انما في الاخر النصيب هو اللي بيحكم. وساعات النصيب بيبقى حلو زي حكايتك انت وهاب كده، وساعات بيبقى اسود بعيد عنك زي حكايتنا وحماتك. يا عم انا مش بكلمك عشان تريحني وتزوق لي الكلام، هو سؤال واحد وما فيش غيره. ايهاب كان بيحبها؟ ايهاب ما بيحبش حد غيرك انت يا فاطمه. بعدين يلا بقى عشان حماتك زمانها بتاكل في نفسها دلوقتي من ساعه ما سمعتك كنت بتقولي عايز اقعد اتكلم معاك لوحدنا. يلا يا ضياء. عمرك ما جيت من غير ما تتصل. خنقت مع حنان. ايه المشكلة المرة دي؟ بولين اتنين اكسبريسو. لا لا مش عايز اكسبريسو. امال عاوز ايه؟ ما ينفعش يا ضياء، انت لسه شد من اربع ايام، لو خدت النهارده هتبقى بتعلي الدوز وهتبوظ الاتفاق اللي بينا. انت كل حاجة بتاخدها مني بتاخدها بحساب، اي حاجة زيادة هتبوظ كل حاجة. كفاية بقى الذنب اللي انا شايلاه، مش عايزاه يكبر اكتر من كده. مش عارف افكر، مش عاوز افكر. بلاش تفكر، بس بلاش كمان تنتحر. انتوا اتخانقتوا ولا ايه؟ قلت لها انها مش عاوزة تخلف. طب ما طبيعي تقلب بخناقة. ما تعرفش انت ليه مش عايز تخلف؟ ما ينفعش ابقى ابن عمتي. ليه؟ ليه؟ عشان مدمن يعني؟ انت ممكن تتعالج. تعالج؟ اوكي، انا فشلت كذا مره ان انا اتعالج، بس ده لاني ما عنديش حافز. لكن انت ربنا بعت لك الفرصه دي النهارده عشان ترجع حياتك زي ما كانت. انا اتمنى يكون عندي نص الفرصه دي. كلبش فيها يا غبي. واوعى تسيبها تضيع من ايدك. مش تتخانق مع مراتك وتجيلي عشان سطر. خلصتوا الاجتماع السري؟ درية اهبطي. ما انا هبطانة اهو. عندي كسكسي يا اختي تاكلي؟ لا ميرسي يا طنط، انا لازم ارجع عشان العيال. مروة ما تزعليش مني يا حبيبتي. انا كلمت ايهاب وفهمته وقلت له ان الطريقة دي ما تنفعش، بس هو اثر وكان شايف ان دي احسن طريقة يحميكي بيها. اوكي يا فاطمة حصل خير. لا ما هو انت اللي بتعملي المظبوط دايما وابني هو اللي غلطان. حبيبتي يا طنط، انت عارفه انا بحبك قد ايه. يلا السلام عليكم. انت عارفه انا بحبك قد ايه. كدابه بميت وش. اعوذ بالله اعوذ بالله. هو النصيب. وانت يا بنتي مش كان المفروض انك انت ترجعي مصر مع مرات اخوكي؟ لا يا بابا، كلها يومين كده واروح اجيب حاجتي وهدومي من عند ايهاب. يعني ايه؟ وكليتك؟ هكمل اكيد، بس وانا هنا الحضور مش مهم للدرجه دي، ولو في حاجه مهمه هبقى اروح صد رد. شو يا مروه؟ انا واثق فيكي وعارف انك انت جامده وبتعرفي توزني الامور صح، بس لازم اقول لك ان مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ده الانسان يقلب كانه علشان. ما تخافش يا بابا،
كياني مش هيتقلب ولا حاجة. كل الموضوع ان انا مش قادرة اعيش في مكان وانا حاسة اني متراقبة فيه 24 ساعة، لان اخويا مش واثق فيا. بالنسبة لموضوع يوسف فانا قفلته خلاص بيني وبين نفسي. يا إهاب، مراتك كانت هنا وقعدت مع أبوك وحدهم يتودودوا. أنا خمنت كده إنهم بيتكلموا في إيه، لأن أنا بفهم في مكنون الناس. كانت تسألوا عن حنان بنت صفية. احنا بلاوي من بره، ايه قله الادب دي؟ حضرتك بتكلمين احنا؟ امال بكلم مين يا اختي؟ مين اللي عامل المسخره؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ دي خطيبتي. خطيبتك يا اخويا تاخدها في بيتكم وامك تبقى قاعده. انا بناتي زمانهم جايين، يقولوا ايه على المسخره دي؟ ابقى انا بعلمهم الخشه والادب فوق؟ يجوا يلاقوا البلاوي دي؟ يلا ياض، يلا يا بنت بره. خلي بالك من نفسك يا اختي. الواد جيل عامل لي حواجبه، جيل عايز الحرق. نص الفلوس لو اتجوزت؟ اه، ولو طلبت اكتر من كده كنت هديها. انا مش فارق معايا الفلوس يا بابا، انا عايز اقعد كل الوقت اللي فات واحنا مش مع بعض. للدرجه دي؟ طيب أنا دلوقتي حليت مشكلة وفاء والبنات. دلوقتي أنت المفروض تحلي مشكلتك مع كريم ابنك. إيه؟ فكرتي في حاجة؟ فكر في إيه بس؟ ما أنت عارف اللي فيها. أنا هقول لك بس بالراحة. أنا فكرت. أنت دلوقتي المشكلة إنك مش عايزة كريم يعرف، عشان لو عرف ممكن يزعل ويروح عند أبوه اللي هو ده. صح؟ صح. كويس قوي. طب ايه اللي يجرى بقى لو احنا اتجوزنا وكريم ما كانش اساسا في مصر؟ ازاي يعني؟ هقول لك بقى ازاي. انا الفتره اللي فاتت دي عملت سيرشنج على كل المدارس والجامعات اللي موجوده في اوروبا وفي كندا وفي امريكا، وصلت لنتائج هايله. ممكن تبدا حتى من السنه الجايه. ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها الولد هيتخرج من احسن مدارس وجامعات، وصدقيني حتى لو عرف هو بره اكيد مش هيسيب مستقبله يعني عشان يروح يغضب عند ابوه. اكيد يعني. صح؟ ايوه، بس التكاليف ممكن. لا 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 لا، ارجوكي ما تفكريش بالطريقه دي. مش معقول واحنا وصلنا لهنا وانت بتفكري في التكاليف. ارجوكي يا لبنى. لا يا كمال، انت بتجري بتجري بسرعه جدا وبتاخد قرارات سريعه وكبيره وقويه. انا مش قادره الحق عليك، ولما بحس ان انا يا دوب قربت استوعب فكره ولا قرار من القرارات دي بلاقيك بتفاجئني بواحد تاني. يا حبيبتي، ما هو انت لازم تجري معايا، انت لازم تجري جنبي. احنا دلوقتي مبقاش في اي حاجه تمنع وجودنا مع بعض. اقول لك على حاجه؟ انا حاسس ان الفلوس دي جات لي بس عشان كده. جات لي عشان نجري ونعوض اللي فات. اوعديني انك هتقولي لكريم، وانا هستنى عشان اعرف ايه اللي حصل. عشان خاطري، عشان خاطري.